أخي تورغوت، أخي تورغوت، هيا تحرك يا أخي، قم لأخرجك من هنا، سترى النور. ها، أخرج من هنا وستتحسن. ظهر غوندوغدو أمامنا الآن. هذه هي القبيلة، واحد يموت يظهر ألف. أنت تخدعنا يا كورد أوغدو. أي خدعة؟ اعتقدنا أن غوندوغدو في صفك، فما الذي حصل حتى أصبحتم أعداء؟ غوندوغدو نصب فخا لي وسأعطيه فرصة أخيرة. وما هي؟ أخبرت السادة أن يبدأوا العصيان ضدهم، إما أن يصبح زعيما أو سيموت. وهذه فرصتك الأخيرة كورد أوغلو، ستنهي عملك أو أنك ستموت مثله. هذا الدواء لتورغوت، السيد الأعظم لن يتركه، سيأتي يوم ويستفيد منه. إيزادورا أتت لكنها لم تعرفني. نحن نعلم الذي تريده، لكنها ستدفع الثمن. وألن أخذ ما وعدتموني به؟ خذ قبيلتك واذهب بهم ولا تضيع الوقت. ضع هذه الخوذة. المياه جيدة له، لكن أظن أن رحمة الأخ هي ما يحتاجه الآن. سيدي تورغوت ألب ليس له الآن أحد غيرك يقف معه. تعال معي يا تورغوت. أختي، Thank you.
ماذا تريد؟ لقد اتخذت القرار، سأقبل عرض السلطان علاء الدين، سأذهب للقصر. ماذا تقول يا ياجيت؟ ألم تكن تريد البقاء معنا هنا؟ أختي، أرطغرل يحبك كثيراً وسوف تكونان سعيدين، وأنا لكي يستريح عمي علاء الدين يجب أن أبقى أمام عينيه، وهذا أفضل لنا. وكيف سأودعك يا أخي؟ أتسمحون لي بالدخول؟ تفضلي آيكس. لقد أتيت لكم ببعض الطعام، انظري لا زال ساخنا. شكرا، سلمت يداك. كيف حالك؟ أنا بخير، لكن وضع قبيلتنا غير مريح، لا نعرف ما سيحدث. كل الأسياد يحبونك ويعلمون كم تحترم أباك، لكن اتخذ قرارك أمامهم جندوكتو. زوجتي، لا تهتمي بالأمر، سيأتي الوقت المناسب، أنتظر الليلة لتنتهي وبعدها سوف آخذ القرار. الوقت المناسب وأنت لم تراه جندوكتو، لكن قريبا سوف تراه. سليمان، النار التي داخلك ستحرقني، تفضل. منذ مدة وأنا أتغاضى عما يحدث، ولهذا بدأوا يتجرؤون علي وأشعلوا نار الفتنة، وما هو أسوأ، أنا الذي أشعل النار هو أخي كورد أغلو. آه يا سليمان، أخوك كورد أغلو لا يؤمن جانبه أبداً، وقد أخبرتك بهذا عدة مرات. أنا لم أتكلم، لكني رأيت العالم الإسلامي مليء بالفتن، فقلت لتكن قبيلتي مطمئنة. أحياناً يجب أن يتغاضى السيد عن عبث أهل القبيلة، وكما أن الوالد لا يعاقب ولده على كل خطأ، ولا يجب على السيد أن يعاقب الأهالي على كل خطأ. وما الذي تنوي فعله؟ كورد أغلو وجماعته يريدون أن تنتهي سيادتي ويجرون جوندوغدو إلى الساحة. أنا سأعطيهم هذه الفرصة وسنرى إن كانوا سينجحون. أهلاً بك يا أخي توركوت، كنا نتدرب معاً هنا، أتذكر؟ هل تذكرت ذلك؟ أريدكم أن تنتبهوا وأن تفتحوا أعينكم سيدي.
أتظن أن هناك عاصفة في الأجواء؟ لا أدري يا دوغان، يجب علينا توخي الحذر والاستعداد للعاصفة دوما. فإذا رأيتم أي حركة مريبة فعالجوها بالسيف. أمرك سيدي، أمرك. أمرك سيدي. خذوه إلى خيمته. تعال أخي تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتحتاجين إلى مساعدة؟ سلمت أرطغرل. السيد غوندوغدو دعا إلى مأدبة وأرى أن الجميع مضطربين. لم أحدث أبي بالوصية، لهذا السبب سأكلمه بعد المأدبة. وصيته عن غوكشي؟ نعم. حسنا، لا تفكري في الأمر واستعدي لزواجنا. أنا أشعر بالخوف أرطغرل. سلطانتي وملكة قلبي، طالما أنا بجانبك فلا داعي لأن تخافي. سأقيم زفافا تتكلم به القبائل. سليمان، هذا السيف ألم يكن مع والد سيرجان عندما قام بالعصيان كي يطيح بك؟ هذا السيف تذكار من والدي لي، وعندما استأمنني أبي على السيف قال لي: لا يوجد سيادة بقائدين، إن طمع أحدهم بالسيادة فاستأصل شره ولا تترك رأسه فوق جسده. هذا لو كان ولدك هو من طمع بالسيادة. من أجل وحدة قبيلتي فسأقتله إن اضطر الأمر. سأقتله كي لا يموت الناس بسبب الصراع على العرش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. إن جمعت الناس وقدمت اللحم ووضعت خلف ظهري فراشا سيرونك حينها أفضل من تسودهم. أنت تقصد أنه لا سيد أفضل من غوندوغدو. ليس المهم ما أقول، بل ما تقوله المائدة التي أمامك كربودات. كل الناس قد اتخذوا قرارهم. أخي، هذان الاثنان. نعم، أفاعي كورد أوغلو. إنهم يقرضون أصحاب القطعان والرعاة. أفكر أن أضعهما معا في قدر ماء يغلي. لكن لحمهما لن ينضج. مم.
ماذا تفعل؟ انتظر. ألم تقل إنك لا تريد الأكل؟ أجل. لقد أتى. كوكجي يا ابنتي، حماك الله من كل شر، فقد حميت لي ولدي. هل جئت لتريحي ضميرك أم هيمة؟ إن كنت ارتكبت ذنباً فأنا أطلب الغفران من الله، أما ضميري فهو مرتاح وليس خائفاً من العذاب أبداً يا سيلجان. أختي خاطرت بحياتها من أجل ولدك، لكن أنت لم توفي بوعدك الذي وعدته لها، ولأني لم أستطع الاحتفاظ بولد ابنك تبحثين له عن زوجة في قبيلة أخرى دون أن تعطي أي قيمة لزوجته يا أمي، ثم تقولين إن ضميرك مرتاح. تريدين أن تكوني سيدة خيمة السيادة وعيونك لم تعد ترى شيئاً آخر، ولا تهتمين لألم العشق الذي تعاني منه جوكجي، ولا يهمك ماذا يفعل زوجك لكي يحافظ عليك، ولا حتى خسارة طفلك. سأقول لك شيئاً، حاولي الآن أن تحملي طفلاً آخر وبسرعة، وإلا كوندوكتو لن يكون لك وحدك. أريد الانتقام لك أبي، سأنتقم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أطال الله عمرك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بسيدنا كوندوكتو. أهلا بك سيدي. سلمت سيدي. أدام الله عمرك. سلمت يا كوندوكتو. شرفت مجلسنا. شكرا لك يا سيدي. دام كرمك. أبي غاضب أيضاً بشأن أرطغرل ولا يتكلم، ويقول واضح من سيكون السيدة في المستقبل، وواضح أن أرطغرل لا يهمه الموضوع. لا يستطيع أن يجلس في خيمته ويحل كل المشاكل، هو يعرف ما الذي يفعله وسوف يكون سيداً للعالم كله. أنت ترين ما أعانيه قبل أن أتزوج، ماذا ستفعلين أنت يا سلطانة؟ أول مرة التقينا بها
قلت ليس من السهل أن تكوني زوجة محارب. سرت خلف بطلي وأنا أعلم هذا آيكس، وإن كان قدرنا أن ننتظر فليس بوسعنا إلا أن ندعو الله أن يطيل عمرنا لكي نصل إلى المراد. سيدي، مكانك جاهز هنا. نحن ضيوفك اليوم يا ولدي، سأجلس هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنك لم تجعلنا نأتي يا سيدي، لا نستطيع الأكل ولا الجلوس. لم نأتي إلى هنا لنجرب لحوم كاربوداك أخي، نحن على مائدة أخينا. أنت من يقول هذا؟ مهما يكن فهو أخونا وكبيرنا وقدوتنا ويحمل جوهر أبي داخله، وسيعرف يوما ما طريق الحق. حسناً سيدي. شكراً لك. كيف حالك أخي؟ الحمد لله. لقد شرفتمونا جميعاً، أهلاً وسهلاً بكم. تفضلوا بالهناء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شكراً لك. لا تقلق من أجل أبيك، الأمر ليس سهلاً. كان سيد القبيلة لسنوات، وعليه أن يدرك جيداً بأنه قد كبر وتقدم في السن. أظهرت للجميع من تكون بهذه المأدبة، ووالدك سيتقبل الحقيقة.
سيدي، هل أكلت بعض الطعام؟ السلام عليكم. أخي لديه طلب منك وهو طامع بكرمك. سنتكلم لاحقا. شكرا لك. أستأذن. تفضل تفضل، أهلا بك. السادة والمحاربون والرعاة، أحبائي أهل القبيلة، الحمد لله قبيلتنا تجاوزت معظم المحن بعد الجهد الكبير الذي بذله أولادي وخلصونا من المصائب. الحمد لله. وبعد هذه الأيام الصعبة وبعد محاولات ولد غوندوغدو، حيواناتنا الضعيفة قد تم بيعها بأعلى ثمن، واستفدتم جميعكم من هذا، ونحمد الله أنه قد أرانا هذه الأيام. نتمنى أن يحفظ الله أبناءنا جميعاً وكل المحاربين الأبطال. آمين. وبما أني سيد القبيلة قدمت الواجب في خدمتكم لسنين، أخطأت حيناً وأصبت حيناً إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم، لكني كبرت الآن وأريد أن أسألكم، هل السادة والأهالي يريدون سيداً آخر عوضاً عني؟ أستغفر الله. أنت زعيمنا يا سيد. أستغفر الله. أطال الله عمرك. أنت السيد. أستغفر الله. ما الذي تقوله يا سيدي؟ نعم أنت السيد. لا يا سيدي، هذا غير معقول. أنت صاحب القدر بيننا. أستغفر الله أبي. لا يا سيدي لا. أدام الله هذا بقاعد. لا يجوز أبدا. اتخذت قراري بعد يومين، وفي اجتماع المجلس سيتم اختيار سيد. ما هذا الكلام؟ هذا غير معقول. ماذا يقول سيدنا؟ إنها مصيبة. أنا لا أصدق. هل سيختار سيدنا؟ لا غير ممكن. إن كان أحد يرى نفسه يليق بالسيادة فسأرشح، ومكانه فوق رؤوسنا. لا أظن أن أحدا سيفعلها. غير معقول. مستحيل. غريب. كيف يقول هذا؟ من سيرشح نفسه؟ دلدمير، أعطني قطعة من اللحم، يجب أن أشارك ابني مأدبته. تفضل سيدي. سيفك بجانبك. بالطبع سيدي، هو دائما في خدمتك. هذا ما أريد، فالصراع على السيادة لا أحد يعلم أين تصل نهايته أبداً. عمي، إلى ماذا يسعى أبي؟ إذا ظهر أمامك الثور الهائج، فخيارك هو الهرب أو الاستسلام له أو مواجهته. وإن هربت لن تنجو من الثور، لكن إن وقفت شامخا أمامه وواجهته بشجاعة فاحتمال أن تنجو. مبارك لك، بدأ زمن سيادتك غوندوغدو. سيدي، حباً بالله ماذا يحدث؟
فعلتها ولم أفهم، وفهمت الآن. ماذا تقصد؟ انصر دولتك أو ضع رأسك في التراب. تقصد؟ إن شاء الله سننصر دولتنا. شكرا لك سيلجان. بالهناء والشفاء. أتظن أن السادة فقط قلقون من الوضع؟ والنساء أيضا يقولن كفى. سيلجان، أدرك هذا الوضع، لكن والدي لا زال حيا، ولماذا يريد أن يترك منصب السيادة؟ لا أعلم. لأن أباك كبير في السن وقد أدرك الحقيقة. يجب أن تطلب السيادة لك غوندوغدو. لكن لا أدري لماذا لم يترك السيادة لأولاده وعرضها للجميع. كلامك صحيح، سليمان شاهلا يفعل هذا الأمر عن عبث. يجب أن تنتبه لمن حولك غوندوغدو. كورد أوغلو وبقية السادة قالوا إنهم سيناصرونك، فلا تقلق من أي شيء بعد الآن. الجميع ينتظرون أن تخرج كلمة من فمك. ما قصدك من هذا سليمان؟ أريد أن أعرف إن كان بإمكانهم أن يتخذوا القرار، وأردت أن أظهر الكره والحقد المخبأ داخلهم. يظنون الأمر سهلا، فقلت لهم تفضلوا، ها هو الميدان، وسنرى مدى قوتهم وذكائهم. أنت تعرف طريق الصواب دائما سليمان. أقتل جالو. سادتنا جعلوا الجبال تركع وسيوفنا تخجل ويشتتون الشم. إن وقعت في حب السيادة ذات يوم تصبح أسيرا لها، وحين تصبح أسيرا للسيادة فاعلم بأنك وقعت في النار. حفظنا الله من حر تلك النار، وجعلنا ممن يسعون خلف مرضاته وطلب الحق، وهدانا إلى طريق الصواب وأبعدنا عن الغي، حتى نخرج من هذه الدنيا ونحن رافعي الرؤوس وقد أرضينا الله. تورغوت، تورغوت، لقد جلبت لك الطعام، هيا افتح عينيك، روحي فداء لك. هيا يجب أن تأكل، استيقظ. Oh, my God.
العجوز كان أذكى منك يا كورد أغلو. اقتل البطل ولا تأكل حقه، فمن تسميه عجوزاً يضع 50 من أمثالك وراء ظهره ولا يلتفت إليهم. لهذا أنا تلاعبت بجندوجدو ليفتح الميدان. وأنت لست بأقل منه يا كورد أغلو، فالحديد يطرق بالحديد. شكراً لك. أنا عجوز اقتربت ساعته يا إخوة، وخبرتي سأعطيها لابن أخي من أجل مصلحة قبيلتنا، وإلا ستنتهي القبيلة على يد سليمان وأرطغرل. لقد أوقعنا بسليمان، فلنبدأ بتجنيد الرجال حالاً، وأنا سأعطيكم الذهب الذي يلزم من أجل هذا. أريد أن تتحدثوا مع سادة القبيلة واتركوا أصعبهم لي أنا. هيا الآن تفضلوا. اذهبي من هنا بسرعة. قلت اذهبي. ما الأمر؟ كنت
كنت أتمنى أن أموت على يد من أحب، وكاد يحدث ما تمنيته. هيا تعالي واجلسي. ماذا حدث؟ اشربي. هيا تكلمي آيكز. قبل قليل حاول قتلي خنقان، لكني رأيت تورغوت الذي أحبه. فجأة اختفى ذلك الإبليس الذي كان داخله. إيزادورا قالت لنا إن تورغوت سوف يموت إن لم يشرب من ذلك الدواء اللعين. كيف حالها؟ الحمد لله، قريبا سيذهب الألم إن شاء الله. شكرا. أرطغرل، كنت أعلم بأنك لن تتركني. لقد أنقذت حياتي يا جوكجي، وأنا مدين لك. إن سمع أحد في القبيلة بوضع أختي، تعلمين جيداً ما سيحل بك إيجيش. السيد أرطغرل في الداخل. سررت بزيارتك لأختي سيد أرطغرل. زيارتها واجب يا زوجة أخي. ليتك تعرف أيضاً من يحبك ومن لا يحبك كما تعرف الواجب. الحب ليس معرفة، الحب هو إحساس، وأنا أعرف من يحبني وأعرف من أحب. إلى اللقاء الآن. غوندوغدو، في الخيمة 20 سيداً، أغلبهم سوف يدعمونك، ولكن لا يكفي، يجب أن نجد دعماً أكبر، ويجب أن تصبح السيدة بدعم الجميع. أهناك منافس آخر؟ لا يوجد منافس لك، فمعظمهم يريدونك ويدعمونك. يوجد شيء يحيرني يا عمي، لما لا ترشح نفسك؟ لم تكن عيني على خيمة السيادة أبداً، ولو كنت كذلك لأسست خيمة سيادة قبل والدك وأصبحت السيد. لكني أريدك أنت لأنك شخص عاقل، تبعد عنا المصائب وتسمع النصح. جاء وقت اتخاذ القرار. من أجلي، مستقبلي، قبيلتي وعشيرتي،
سأكون السيد. أنت بطل حقيقي. لنشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل. ربما نفرغ هذه الخيمة ويدخلها سيد جديد. ما يكتبه الله فيه الخير يا سليمان. سيتحسن كل شيء، لا تقلقي، أنا أفعل الصواب. وهل كنت تفعل من قبل غير الصواب؟ هيا تفضل. أتأذن لي يا أبي؟ تفضل يا بني، تفضل. صباح الخير. صباح الخير. كيف حال جرحك؟ أي جرح؟ أنا بخير الحمد لله. السادة يتجولون مثل النحل خارج خيمتك يا أبي. يصنعون العسل، هذا يحدث منذ عهد أوغوز، بالكلام لا بالسيف، بالتشاور لا بالقوة، وبالتسامح يتم اختيار سادة القبائل. إنهم يستشيرون الأهالي ويستشيرون بعضهم البعض حتى يصلوا إلى الصواب، وعلينا احترام الأعراف واحترامهم. لكن أتظن أن الوقت مناسب؟ السيد الحقيقي ليس من يرى الفتنة بعد وقوعها، بل من يراها قادمة ويدرأها. فإن دخلت الفتنة القبيلة يصبح خروجها داميا، وأنا اتخذت كل الاحتياطات. وأيا كان من سيرشح نفسه، وأيا كان من سينجح، فالقبيلة ستفوز في النهاية. لو كنت اتخذت احتياطاتي عندما قام والد سلجان بالعصيان، لما كنا عشنا تلك الأيام الأليمة. تذكر نصيحة والدك، حين تصبح مسؤولاً عن الناس. هل سترشح نفسك يا أرطغرل؟ ماذا تقولين؟ كنت أقول دائماً المجلس لكم، أما الصيد لي. أنا سيدي. لكن إن لم ينتهي هذا الأمر بسلام، فحينها عمي وأخي جوندوغدو معه أيضا لن يكونا بمأمن أبدا مما سأفعله.
انتظري قليلا، تعالي. ماذا تخفين عني؟ لماذا تهربين مني؟ قولي، أخبريني. لا أستطيع جوجي. لما؟ من ماذا تخافين؟ أخاف من أختك ومما ستفعله بي لو علمت. هيا أرجوك قولي لي، أقسم بالله إني لن أقول شيئا لأختي. ذلك الحقير المسمى البارغو قد تسبب بأذى كبير في جسدك. قبل أن أكلم أبي أردت التكلم معك أرطغرل. إن كنت قلقا من ترشيحي للسيادة فأنت تعرفني. لست متأكدا من معرفتك، قلت لي الاجتماعات لك والصيد لي، لكنك تغيرت بعد ذهابك إلى حلب وبعد رؤيتك للسلطانة حليمة. تغيرت يا أرطغرل. لم أتغير يا أخي، لكني أحاول أن لا أنحني أمام الصعاب. هدفي وهدفك واحد دائما، كلانا نريد القبيلة أقوى وأكثر أمانا وسلاما. كان هدفنا واحدا صحيح، لكن أنت ذهبت من الطريق الصعب وأنت أخذت السهل. قرارك هذا كاد ينهينا يا أرطغرل. مات أناس كثر وحتى أبي لا يوافقك. هذا الطريق هو المستقيم أخي، ولا يهم إن كان صعبا أو سهلا، فطريق الحق تراه العين والرجل الحقيقي من يسلكه، ومن ينظر باستعلاء ليس رجلا. فإن كنت قلقا من موضوع الترشح للسيادة فلا تقلق أخي، أنا أرطغرل الذي تعرفه. لا أقف أبدا في مواجهة أبي ولا أخي في الاجتماع، ولا أتجاوز حدي معهما. اعلم ذلك يا أخي. لقد تجاوزت حدك أرطغرل. لا تتكلم بلسان شخص آخر على الأقل. قل ماذا تقصد. لو كنت أبحث عن سيادة القبيلة لتحدثت بلساني، وليس بدعم زوجتي وطمعها، وليس بمساعدة من عمي. فلا خير من سيد يأخذ السيادة بالكذب. هناك وقت لتصلح خطأك وتجد الطريق، وأنا متأكد أنك ستفعل الصواب.
أحضرت شرابا ساخنا لك أختي. أعرف أنه لا يهمك سواء تزوجت أرطغرل أم لا. كيف؟ هذه أحد ألاعيبك لتصبحي أنت السيدة وكي تنجحي بما لم ينجح به أبي. ما الذي تقولينه جوجي؟ أنت أنانية وذات وجهين أيضا. أنا لا أريد رؤية وجهك. هيا اذهبي. ما الذي تقولينه؟ أعرف جيدا ماذا أقول. قلت لك اذهبي، لا أريد أن أراك. جوجي اذهبي. جوجي لا أريدك. اذهبي من هنا. هيا هيا. حليمة، إن فرسك تريد أن تتنزه. بعد الاجتماع سأكلم أبي وسأنهي المسألة. ولو أصر والدك على الوصية؟ عندها أعدك أن أخذك أنت وأخاك يجيت وأذهب. هل فكرت أرطغرل؟ ماذا لو تركت قبيلتك ولم تعش سعيداً؟ لا سعادة دون السلطانة. لكن بالنسبة لك القبيلة هي كل شيء، وأنت مستقبل هذه القبيلة. ستكون سيدها في المستقبل يا أرطغرل، فلتتقبل هذا الموضوع. ماذا تقولين سلطانة؟ أنا أقول ما يقوله الجميع ويعرفونه، لكنهم يخافون البوح به ويبقونه داخلهم. بماذا تفكرين يا سلطانة؟ بأن أذهب بعيداً عنك كي تعيش حياة مطمئنة، لأنك إن تركت القبيلة فلن تتركك، فأنت قدر للكايلار والكايلار هم قدرك. Thank you.
وظيفة المحارب ليست الحماية فقط، بل الغزو في سبيل الله. ولأجل هذا يجب أن نكون أقوياء. إن بقي قلب المحارب في قبيلته حين يغزو لن يقاوم سيف الأعداء. لم نفهم كورتوغلو. المحارب لا يركض خلف سراب، ولا يركض مرة خلف أمير، ومرة أخرى خلف السلطان علاء الدين، ومرة خلف الأيوبيين. ما شأننا بهم؟ ولما نركض وراءهم؟ كم شهيدا قدمنا لأجلهم، وكم أرملة فقدت زوجها بسببهم. نريد من السيد أن ينظر إلى احتياجات القبيلة أولا، كما يفعل غوندوغدو. كورتوغلو محق. ماذا يقول العجوز؟ في صغري كان يعجبني قتال كورتوغلو، لكن لسانه أحد من السيف. ترك الأسياد وبدأ يحرض المحاربين. هذا الرجل بلاء لا يحتمل. استشهد محاربون في الهجوم على القافلة. وحين ذهب أرطغرل خلف السلطانة حليمة 5 منا استشهدوا، وهناك أكثر من ذلك. هذا خطأ الأب وابنه، هم السبب في هذا. صحيح صحيح، هذا خطأهم. لو كان السيد غوندوغدو ما حدث هذا. صحيح، كلامه صحيح. ما الذي قلته؟ وخطأ أمهاتكم كان بولادتكم ومجيئكم إلى هذه الدنيا. اذهبي سأتبع. ما الذي ستفعله؟ ماذا تفعلون؟ ها؟ هل يقاتل الأخ وأخاه؟ بامسي هو من هاجمنا يا سيدي. أنت كنت تتكلم على سيدي أيها القذر. بامسي كفى كفى. صباح الخير. المكان الذي يكون فيه كورتوغلو لا يكون فيه خير. لسانك المشؤوم هذا يتجاوز حدوده. لقد سحبت أخي إلى طرفك وخدعت أبي أيضا، والآن تريد أن تصل إلى هدفك بسرعة. لكني سأوقعك كورتوغلو، وسأكون كالصخر الصلب أعيق طريقك وكالجرح في لسانك. إن حاولت يوما تحريض المحاربين ضدي، فروابط الدم لن تنجيك أبدا من العقاب. يا أبنائي ويا بنات الجميلات، يا أسود عشيرتي ومستقبلها، يا من تعقد عليكم الآمال، سأروي لكم هذه الليلة حكاية بطل الأبطال وسلطان السلاطين أوغوز خان، جدي وجدكم. قبل هذا العصر بعصور طويلة جدا، أي قبل عشرات وعشرات وعشرات السنين، بينما كنا نحن الترك لازلنا نعيش في التلال العالية، نزل نور عظيم على سلطانتنا آي، وكان أجمل الأنوار. بعدها بدأت آلام الولادة، وجاء بطل إلى هذا العالم.
كان وجه الطفل يلمع مثل السماء، وفمه أحمر مثل النار، حاجباه سوداوان، وعيناه عسليتان. جمال وجهه لا يصفه أي قول، وقد رضع حليب أمه لمرة واحدة ولم يطلبه بعدها. كان يأكل اللحم ويشرب من حليب الفرس، وبعد 40 يوماً بدأ بالكلام والمشي واللعب، وظهر وعيه. ذراعه ذراع الذئب، وكتفه كتف سمور، قدمه كقدم الثور، وصدره كصدر دب ضخم. خلال عام ركب الحصان وخرج إلى الصيد. بعد ذلك بأيام وليال، جدنا أوغوز أصبح محارباً يخيف الأعداء ويبهر الأصدقاء بالشجاعة. بضربة واحدة يقسم العدو. كان أملاً للمظلوم، وكان يطعم الجوع ويلبس الكثير من العراة. ومع مرور الوقت أصبح مشهوراً، واسمه عرف في كل العالم. ثم في يوم ما جلس وحده ودعا الله تعالى بأن تكون له زوجة، وفجأة أظلم عليه المكان كله، وبعدها نزل ضوء من السماء يلمع أكثر من ضوء القمر، فرأت الدنيا جميلة الجميلات التي حين تضحك يضحك كل الكون، وعندما تبكي السماء تبكي ويبكي أيضا كل الكون. أحبها جدنا أوكوز وتزوجها. أنجب 3 أولاد. اليوم القمر النجم. ومر سنوات وسنوات وسنوات، وأوغوز خان يستمر بالعمل لتكبر عشيرته. أصبح عنده محاربون وسيوف كثيرة وخيول كثر. ويوما خرج إلى الصيد فرأى شجرة في وسط البحيرة، وتوجد فتحة وسط الشجرة، وفي وسط الفتحة توجد جميلة الدنيا. جمال الوجه لا يوصف، والشعر يتموج كالبحر، وأسنانها مثل اللؤلؤ. رآها أوغوز خان وتزوجها أيضا، وأنجب 3 أولاد: سماء، جبل، بحر. يوم قمر نجم على يمينه، وسماء، جبل، بحر على يساره. عقد أوغوز خان اجتماعاً للسادة واستدعى أولاده معه. قال: يا أولادي، هذا العالم له حاكم واحد فقط، ويجب أن يكون حتماً من نسل أوغوز. أي العالم سوف يكون لكم أنتم، ويجب أن تمتدوا من مشارق العالم وستصلون إلى مغاربه ذات يوم. يجب أن يكون لنا أراض لا تحصى، وأنهار وبحار كثيرة تنشر الإيمان بالله. بعدها ماذا حصل؟ ما حصل بعد ذلك أن أبناء أوغوز انقسموا إلى 24 قبيلة، وانتشروا في كل هذا العالم. أخذوا أنهاراً كثيرة وأراضٍ كثيرة، ونشروا الإيمان بالله بكل إخلاص. قضوا على جميع الظلام، والمظلوم وقفوا بجانبه. المعنى يا أولادي أن أجدادنا العظماء حكموا العالم كله، والآن إما ننتفض مثل الأجداد أو سوف يقضى علينا. لهذا يا أولادي يجب أن ننتفض وأن نتقدم
وهذه هي كل الحكاية. والآن بقي عليكم أن تستخرجوا العبرة من هذه القصة. والسلام. أرطغرل ومحاربوه جعلوا القبيلة على حافة الهاوية. ما هي نية أرطغرل برأيك؟ أعتقد أنه أراد إظهار قوته قبل الاجتماع، وقد يرشح نفسه للسيادة. تفضل عمي كل، ومن برأيك سيقف معه؟ بالطبع ديلديمير وجماعته. لا أظن أنه يفعل هذا. أخبر حمزة أن يجمع كل من يحمل السلاح في القبيلة أمام الخيمة. معك حق. حمزة! حمزة! نعم سيدي. اجمع المحاربين وأخبرهم أن يتجهزوا. إن حدث شيء في الاجتماع فلا تشفقوا على أحد. أمرك سيدي. أي عمي، خذ، ذق هذا. شكرا لك جوندوكدو. سلمت يداك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. يا رب لا تختبرنا بما لا نستطيع تحمله، وأعطنا القوة ولا تنسنا أفضالك، ولا تجعلنا ممن يسعون للمجد ولا ممن يفتنون من أجل الجاه. يا رب أرجوك تقبل دعائي، واجعلني من عبادك الذين يقضون حياتهم في مرضاتك. يا رب أرجوك أن تمن على قبيلتي بالأمان، ولا تعطي الفرصة لمن ينشرون الفتن. آمين. هذا اليوم يوم مبارك، فبفضلك ذهبت أيامنا السوداء وقد تحسنت أحوالنا. لقد أسعدت الجميع، احترمت والدك ولم تعارضه، لكن الأهالي جميعهم يريدونك سيدا، ووالدك قد أعطاك الفرصة بيديه. إن ترشح أبي لسيادة القبيلة، ترى كيف لي أن أقف أمامه يا سلجان؟ لن تقف أمامه؟
بل سوف تطلب حقك في سيادة قبيلتك. والدك يعلم أنه سيدفع ثمن ما فعله أرطغرل، وأراد أخذ احتياطاته قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة. وإن أراد أن يبقى السيد، سيكون هذا بلاء عليه. سيد أرطغرل. أهلا حليمة، الهم يملأ وجهك. خير؟ لقد سمعت من الناس أنك هاجمت كورد أوغلو، وأنا أشعر بالقلق على مستقبلك. لما؟ منذ سنوات ونحن نهرب، وكل ذلك كان بسبب العرش، ولولاه ما كان والدي ميتا ولما عانينا من هذا الألم. وأنا أتمنى أن لا يحدث بينك وبين غوندوغدو شقاق لهذا. أرجوك لا تدخل هذا النزاع، أترك هذه الدنيا لهم، نحن يكفينا أن نحب. يا سلطانتي، لا داعي للقلق، وطالما لازلت حياً فلن أتصرف إلا بما يرضي الله مع أي طرف من الأطراف. سأوقفك اليوم عند حدك. كل شيء جاهز؟ نعم سيدي، وأعطينا الذهب للسادة. غوندوغدو؟ تحدثنا مع الكل كما أمر. غوندوغدو سيصبح سيداً اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. نعم سيدي. بطل يا ابن أخي، اجلس على العرش والكل سينصرك ويدعمك. شكراً لك عمي. الرجال جاهزون؟ لا تقلق، إن احتج واحد منهم سينال جزاءه. لن أنسى دعمك هذا أبداً يا عمي. شكراً لك، شكراً. انظر يا سليمان شاه لترى ما معنى أن ينقلب ولدك عليك. السلام عليكم. باسم الحق القيوم الذي ملأ قلوبنا بالإيمان، بسم الله تعالى نبدأ الاجتماع. بسم الله. سادة العشيرة،
خير ما نبدأ به الصلاة على نبينا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحم الله أجدادنا العظماء كلهم منذ عهد جدنا أوغوز خان. آمين. وأدخلهم الله جنته. آمين. وليرضى الله عن شهدائنا وعظمائنا وكبارنا وأبطالنا وكل من تبعهم. آمين. ولتكن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا على طريق الاستقامة والصلاح. آمين. هذا المجلس مجلسنا، هذا المجلس دائماً يجلب لنا العدالة ويحفظ حرية الناس. نحن نؤمن هنا أنه لا يوجد إنسان أعلى من إنسان. بالنسبة لنا الراعي واحد والسلطان واحد، ولكي يعطي الجميع قراره في المجلس بحرية وليتم اختيار سيد جديد أتنازل عن هذا العرش. هذا غير ممكن بالذي يقوله سيدنا. يا هذا مستحيل، أنا لا أصدق. أمعقول أن يتنازل؟ هذا غريب فعلا، كيف يفعل هذا؟ غير معقول، أنا لا أصدق ما أسمعه. وسأرشح نفسي أيضا، القرار لكم. الوضع صعب، من سنرشحه؟ هذا الوضع محرج جدا، لا أظن أن القرار سيكون سهلا. يا سادة، الآن يجب اختيار سيد قبيلتنا. إن كان بينكم أحد يرشح نفسه أو يرشح أحدا ليكون في هذا المنصب غير سيدنا سليمان فليقل. من سيرشح نفسه؟ هذا موقف صعب، من يصلح للسيادة يا ترى؟ لا أظن أن هذا سينفع. هذا غير ممكن. أرجو أن لا يقحم أرطغرل نفسه في الأمر. لا تقلقي، السيد أرطغرل ذكي، لكن هذا أغرب يوم يأتي علينا لنرى من هو السيد الجديد. ألا زلتما لا تعرفان من سيكون السيد الجديد؟ أتعرفين أنت؟ لأنني أعرف وأصبحت زوجته. من ستختار أنت؟ لا أدري، هذا الخيار صعب. مرشحنا هو غوندوغدو. يا إله، ماذا سيجري؟ أمعقول؟ أنا لست مرشحاً.
طالما أن سليمان شاه حي، منصب السيادة لن يكون لي. يظن بأنني لم أكتشف خدعته بعد، ويفعل أي شيء ليدمر القبيلة، وأنت أكثر من سيحاول التلاعب به. ما أريده منك أن تنفذ كل ما يقول. لن نفسد ألاعيبه إلا إذا فعلنا كما هو يفعل، ولأن كورد أغلو أخي في الدم فأنا أرحمه، وأريد منك الآن التعاون معه في خلع من السيادة، وأن تقول له إنك تريد الترشح للمنصب ثم تتراجع في الاجتماع. كل ما قلته لي الآن سأنفذه. ابن سليمان سحب كلامه. وأنا المرشح. استغفر الله. استغفر الله. ماذا قال؟ لا يجوز. كيف يرشح نفسه؟ لا أحد سيقف مع سيدنا سليمان. هل سيقف في وجه سيدنا؟ لا أحد يرضى هذا. أجل عينه. لا أستطيع. لا لا أبدا. هذا صعب جدا. إنه يعقد الأمور هكذا. يا إلهي، لقد ورط نفسه. لا أحد يرضى. يا سادة، ماذا سيقول؟ الآن من يريد سليمان شاه ليرفع يده؟ أنا أريده. وأنا أيضا. سليمان شاه. سليمان شاه. وأنا أرشح سيدنا. سليمان شاه. سليمان شاه. أنا أرشح. سليمان شاه. سليمان شاه. سيدنا وقائد قبيلتنا، وبقرار المجلس هو سليمان شاه. مبارك سيد. مبارك ونعم السيد. مبارك يا سيد. يحيى سليمان شاه. 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 دمت لنا يا سيدنا. أطال الله عمرك. يحيى سليمان شاه. مبارك له. مبارك يا سيدي. مبارك لك يا سيدنا. مبارك له. مبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله. وعلمنا وسيفي أقسم بهم، سيبقى سيفي مرفوعا دائما
من أجل إيمان قبيلتنا ومن أجل تحقيق العدالة والأمان لكل الناس، وسأطعم الجوع دائماً وسوف ألبس العريان، ومن مشرق الشمس إلى حين غروبها سأبقى رافعاً سيفي من أجل السلام وحمل الإيمان على كل البحار وكل أنهار العالم وكل الأراضي والبلدان، ولكي تبقى دائماً كلمة الله فوق كل شيء سأحارب أعداء الإيمان، وليكن الله في عوننا جميعاً. آمين. كتاب الله شاهد. وعلمنا شاهد. وسيفي شاهد أيضا. لتكن سيادة مباركة. سلمت دلدمير. لتكن سيادة مباركة. سيادة مباركة سيدي. حزنت لأنك ستواجه أباك أخي. ما زال لدينا خدع كثيرة يا أرطغرل، فالفوز لا يكون بالسيف والحرب فقط. بالخير واليمن يا أبي. أنت بطلي، أعز الله شأنك. تفضل بني. أطال الله عمرك. فليكتب الله النصر لك دائما، وليعلو شأنك، وليبقى نسلك. خرج سيدنا سليمان شاه. 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 أصبحت سيداً من أجلكم. لنأخذ القوس والسهام ونصوب على من يعادينا وكل من يضمر الشر لنا، لنبقى مرفوعي الرأس، وليكن لنا أراض أكثر وبحار أكثر. خيمتنا السماء والشمس هي رايتنا. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله قبيلتنا. آمين. سأجعل حياتك جحيما كوندوكتو. كنت تتلاعب بي إذن؟ ستكون حياتك مثل الجحيم. اتفقت مع والدك وخسرت سمعتك؟ اتحدت مع أبي ودست رأس الأفعى سلجان. غوندوغدو، تركت السادة الذين وثقوا بك وساندوك في هذا الطريق، وبعد الآن لن يقف أحد خلفك في هذه القبيلة أبدا. سلجان، طالما أن أبي على قيد الحياة فسيبقى سيد القبيلة هو وقائدها هو، وأنت وكل أهالي القبيلة يجب أن تعلموا هذا. وأنت لن تكون سيداً طوال عمرك. تأدبي، ألحقت العار بنفسك، تجاوزت حدك. أي حد؟ لقد خنت من اعتبروك رجلاً. أرسل لك هذا أمهيمة، آخر قماش أحاكوه. حسنا، شكرا. أتسمحين لي يا أمي؟ تعال غوندوغدو، تعال. اتركينا وحدنا. خيرا يا بني. أريدك أن تعثري لي على زوجة بأسرع وقت. متأكد؟ لا تراجع في هذه الأمور. نعم أمي، وأريدها بسرعة. خيراً كوردوغلو، سترحل لأنك لم تفوز؟ لم أعد أنتظر شيئاً من هذه القبيلة سيلجان. زوجك الجبان ذاك فضحني أمام الأهالي بعد أن ساندته طوال الوقت، ودمرني أنا أيضاً. أظهر أن ذرية سليمان شاه بلا شرف مثله. أنا يمكنني الابتعاد عنهم، ولكن لا أعلم ماذا ستفعلين أنت. كان الله بعونك. شكرا لك. غوغجي، ابقي مكانك، ابقي. أنت مصابة، أقدر وضعك. هذه اليد التي حفظت لي ابني،
خلصتنا من مصيبة، رضي الله عنك يا ابنتي. أنا كدت أضحي بروحي لأجل الإنسان الذي أحب، لكن يا أبي لا أريدك أن تطلب منه الزواج بي. إن أجبرته على هذا الأمر فسيعيش حزيناً طوال حياته، وكذلك الأم هيمة، حتى أنت أيضاً. كنت أخدع نفسي حين ركضت وراء سراب لن أصل إليه. جوكشي سامحني يا أبي. لما؟ أرطغرل، ابتداءً من الآن هو أخي. لقد أخطأت يا أبي، وجد سلطانة قلبه، وليكون سعيداً يجب علي أن أبتعد عنه. لم تستطع خلع سليمان مجدداً كورد أوغلو. لقد رشحت ابنه وتكلمت مع السادة كلهم، وكدت أتسبب بنزاع بينهم، ولكن جوندوكتو خدعني. لا يجب أن تيأس فوراً، نحن نعلم أن هذه الأمور صعبة التنفيذ. لا كذب ولا حيل بعد اليوم، السيف فقط من سيتكلم ويحل الأمور. أولاً ستصيد أعداءك واحداً واحداً، ولا تسمح لغضبك هذا أن يسحبك إلى الفخ، فهذه الأمور يحلها العقل فقط. أتنصحني بشيء؟ أنهي أمر جوندوكدو أولاً. يجب أن تجعل كل القبيلة ترى ما الذي سيحل بمن يبيعك. السم هذا هزم كثيراً من أعدائنا. لا تنسى أيضاً أن تحضر الأميرة الصغيرة إلي. لن أنسى هذا المعروف أبداً، وقريباً سيكون الأمير بين يديكم. لا يمكن فعل شيء، وهذا ما يعذبني. دوغان، ماذا لو لم يأتي ابن العربي؟ أو حدث لتورغوت شيء قبل أن يأتي؟ كيف سنهرب من قدر الله يا بامسي؟ دعنا ندعو ليأتي ابن العربي بسرعة. يريد ماء بسرعة. جئت يا أخي. هيا اشرب، اشرب يا أخي. بامسي، لقد قال بامسي، هل سمعته؟ قال بامسي.
اشرب يا أخي اشرب، هيا اشرب الماء، اشرب يا أخي هيا. لا أصدق سمعته يقول بامسي. يا الله الحمد والشكر لك لأنك جعلتني أرى هذا اليوم. أحسنت يا أخي أحسنت. كنت قد وعدتك والآن سأفي بالوعد. من قاتل أبي؟ إن استمعت لما سأقوله جيدا ستنتقم لوالدك. أسمعك كوردوغلو، من الذي قتل أبي؟ السيد أفشين. أنا لا أصدقك. سأخبرك كيف تعثر علي، والآن إن أردت تصدقني أو لا تصدقني أنت حر والخيار لك. ما الذي حدث معك يا جيت؟ لما أنت مهموم هكذا؟ أخبرني. أنا بخير أختي وغير مهموم. سلطانة حليمة، سليمان شاه يريد أن يراك. تفضل. طلبتني يا سيدي؟ تعال. خذ هذا واسكبه في الماء الذي يشربه كوندوكتو. سأفعل هذا سيدي. سترون من الآن فصاعدا من سيكسب. والدك طلب رؤيتي واستدعاني أيضا. خيرا إن شاء الله، تفضلي. طلبتنا سيدي. تفضلوا واجلسوا. هناك ما سأقوله لكما. حدثت جوجي وهي قد قالت لي
أرطغرل بعد الآن هو أخي. لقد أخطأت. هو وجد سلطانة قلبه وقالت إن سمحت يا أبي ضع أرطغرل يتزوج السلطانة ليعيش سعيدا معها. أمي. أسعدكم الله يا بني وبارك بنسلكما. أسعدكم الله وبارك بكما. آمين يا أبي. كونا سعيدين. اسمحوا لي سيد غوندوغدو. توقف. ماذا تفعل هنا؟ السيدة سيلجان أرسلت بعض القماش. حسناً، هيا اذهب. خذني للسيد أفشين. نعم بكل سرور. أيها المحاربون، أنتم جاهزون؟ نعم يا سيدي. ممتاز. يا أمير، سيرافقك هؤلاء المحاربون. أعطي السيد أفشين الجزاء الذي يستحق. الجميع سيدفع ثمن أفعاله. Thank you.
دوكتو، أين أنتم؟ هيا ساعدوني. دوكتو ساعدوني، هيا ساعدوني. هل سيأتي السيد أفشين؟ أجل يا أمير. وأين هو إذن؟ الخنجر لا يليق بك أيها الأمير. لقد اجتمعنا سيد أرطغرل. اجتمعنا يا غزالتي. الأمير ياجيت سوف يفرح. اتركوني، ابتعدوا عني أيها الأوغاد. ستدفعون جميعكم ثمن هذا الفعل يا أخوانا. اتركوني، اتركوني. فلنذهب.